السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور أحمد جدالله، هنكلمكم عن عنوان اسمه Specific Dynamic Action of the Food. يعني Specific Dynamic Action of the Food؟ قبل ما نتكلم أصلا عن Specific Dynamic Action of the Food، هنتكلم عن مصطلح اسمه Metabolic Rate. يعني ايه Metabolic Rate؟ يعني الحرارة اللي بتنتج في الجسم نتيجة الـ Eating او الاكسرسايز او الاكسبوجر تو كولد او الاكسبوجر تو ايه كولد. يبقى ديت اسمها الميتابوليك ريت، الحراره او الهيت برودوسد لما الواحد ياكل او يعمل اكسرسايز او اكسبوز تو كولد. يبقى يتعرض لاي واحده من دول، لما ياكل ايتينج اقولها اي 3 اي، او اكسرسايز او يعمل اكسرسايز او exposed to cold، exposure to a cold. دي اسمها metabolic rate. اما البيزل metabolic rate هي المينيمم هيت برودوسد، المينيمم هيت برودوسد بير اور اللي بينتجها الجسم انسايد ذا بودي، بير اور بير سكوير متر اوف ذا ايه اوف ذا بودي، بير سكوير متر اوف ذا ايه اوف ذا بودي اوف ذا سيرفيس اريا اوف ذا بودي. يعني اقل درجه حراره ينتجها الجسم في الساعه الواحده ماشي لكل سكوير متر اوف ذا سيرفيس اريا اوف ذا ايه اوف ذا بودي. البيزل ميتابوليك ريت دي بتحصل امتى؟ لا ديورنج الايتنج ولا مع الاكسرسايز ولا مع الاكسبوجر تو كولد. لا، لابد ان انت تكون بوست ابزوربت في ستيت، ولابد ان انت تكون ما انتش في حاله اكتيفيتي باكسرسايز، وما تكونش وتكون في درجه حراره الغرفه الايه العاديه بتاعتنا. يبقى دي عرفنا يعني ايه ميتابوليك ريت، وعرفنا يعني ايه بيزل ميتابوليك ريت. ندخل بعد كده على المصطلح اللي هو بتاعنا اسمه سبيسيفيك دايناميك اكشن. يعني ايه سبيسيفيك دايناميك اكشن؟ لو احنا بنختصروها ب اس دي اي سدا. السبيسيفيك دايناميك اكشن دي يا اولاد ان احنا معناها ان الباور اوف ذا فود تو ستيمولييت الميتابوليك ريت، الباور اوف ذا فود تو ستيمولييت اللي هو الميتابوليك ريت. يعني الاكل اللي ممكن يعمل ايه اللي انت لو كلته يؤدي الى هيت برودكشن او يخليك تدفى، يخليك ايه تدفى. احنا في الشتاء لما نكون في حلق في الشتاء وعاوزين ندفى بنبدا ناكل، ولما تاكل بروتين، لما تاكل عدس، لما تاكل حاجات زي كده بتبدا تدفى، ودرجه حرارتك بت ايه وتلاقي جسمك بدا ايه يدفى. الباور اوف ذا فود تو ستيمولييت الميتابوليك ريت اللي هو الاكل المناسب اللي ممكن لو كلته يؤدي الى ان انت يعمل ستيموليشن للميتابوليك ريت، يعني انت تدفى ويبدا وتسخن نتيجه الهيت برودكشن. مش تسخن بمعنى ان انت تسخن درجه حرارتك تزيد، ان انت في هيت برودوسد انسايد ذا بودي فتحسسك بالايه بالطاقه وتدي لك طاقه. الميتابوليك ريت انت بعد ما بتاكل بقد ايه بيبدا يحصل تزيد الميتابوليك ريت او يبدا يحصل الاستيميليشن للميتابوليك ريت؟ بعد ساعه بالضبط بيبدا يحصل اللي هو مين اللي ان الميتابوليك ريت بتزيد بعد ساعة بالضبط من الأكل، وبيوصل الماكسيمم بتاعه البيك من 3 ل 4 أورز بعد 3 ساعات، حوالي 3 ساعات، وبيبدأ ينزل للبيزل ليفل مرة تانية بعد 12 ل 14 ساعة. يبقى إيه هي السبيسيفيك دايناميك أكشن أوف ذا فود؟ يعني هي ذا باور أوف ذا فود تو ستيموليت الميتابوليك ريت، اللي هو الأكل اللي أنا لو كلته يؤدي الى اللي يخليك ان انت تدفى وتبدا يحصل هيت برودكشن، تبدا ايه هي يحصل هيت برودكشن اللي هو تاثير الاكل على الهيت برودكشن او زياده الميتابوليك ريت انسايد ذا بودي بتاعنا. قلنا بيبدا بعد ساعه وبيوصل البيك بعد 3 ل 4 ساعات، وبيبدا ينزل للبيزل ليفل مره ثانيه بعد 12 ل 14 ساعه. طبعا معلوم يا اولاد ان هل الاكل كله زي بعضه؟ يعني هل انا لو كلت بروتين زي لو كلت كربوهيدرات زي لو كلت فات؟
ايهما بيزود الميتابوليك ريت والهيت برودكشن انسايد ذا بودي بتاعنا؟ اللي هو البروتين. اللي هو الايه؟ البروتين. يبقى البروتين هو اللي بيزود لي اكتر حاجه بتزود لي السبيسيفيك دايناميك اكشن. فالسبيسيفيك دايناميك اكشن اوف ذا بروتين حوالي 25-30% من الكالوريك فاليو. فاكل البروتين بيساهم بحوالي 25-30% من الكالوريك فاليو بتاعتنا. اما الكربوهيدرات فانه بيساهم بنسبه كام؟ بحوالي 6% من الكالوريك فاليو. والفات بيساهم بحوالي 4% من الكالوريك ايه؟ فاليو. يعني بمعنى اصح ان البروتين اكتر حاجه بتعمل ستيميوليشن للميتابوليك ريت وبتولد لنا بتعمل هيت ايه؟ انرجي برودكشن. الاكسترا هيت از تيكن فروم انرجي ستورز ان ذا بودي. الاكسترا هيت بروديوسد از تيكن فروم ذا انرجي ستورز ان ذا بودي. يعني الجسم بيحصل على الهيت اللي هي الاكسترا هيت اللي احنا محتاجينها منين؟ من الانرجي ستورز زي الجلايكوجين ستورز، زي البروتين اللي هو ستورز انسايد ذا ايه؟ ذا بودي. السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف ذا ميكسد دايت بيكون حوالي 10%، بيكون حوالي 10 في الايه؟ في 10 في الايه؟ في المية. السبيسيفيك دايناميك اكشن بتكون ماكسيمم لما بتكون الاكسترنال تمبريتشر بتاعتنا حوالي 33 الاكسترنال تمبريتشر بتاعتنا حوالي ايه؟ 33. وبتوصل للزيرو لما بتكون الاكسترنال تمبريتشر حوالي 5 سنتيجريد. ليه بقى بتوصل؟ لان هي اصلا ويست هيت، لان هي ويست ايه؟ هيت. معنى ان هي عباره عن ويست هيت. يبقى لما بتكون درجه الحراره بتاعتنا بتاعت الجو بتاعنا حوالي 5 سنتيجريد، السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعتنا بتكون زيرو. ليه؟ لان احنا مش محتاجين ويست هيت، طاقه مفقوده، مش محتاجين ان احنا نفقد ايه؟ نفقد ايه؟ طاقه. فهي تعتبر عباره عن الحراره المفقوده، اكسبت لو في كولد ويزر، لان محتاجين احنا الحراره، لان احنا محتاجين مين؟ الحراره. يبقى السبيسيفيك دايناميك اكشن بتكون ويست هيت، حراره مفقوده، الا لو احنا في حاله كولد ويزر، لان احنا في الحاله دي بنكون محتاجين لمين؟ للي هو الحراره. يبقى السبيسيفيك دايناميك اكشن بتكون دايما ويست هيت، حراره مفقوده، الا لو احنا في حاله مين؟ الا لو احنا تعرضنا لكولد ويزر، لان في الحاله دي احنا بنكون محتاجين لمين؟ للحراره. وقلنا لما تكون التمبريتشر بتاعت الاكسترنال تمبريتشر بتكون 5 سنتيجريد، بتكون اللي هو السبيسيفيك دايناميك اكشن بتكون بتوصل لزيرو. ولما بتكون الاكسترنال تمبريتشر بتاعتنا 33 سنتيجريد، بتكون مين؟ بتكون السبيسيفيك دايناميك اكشن بتوصل للماكسيمم بتاعتها، الماكسيمم بتاعتها، وبيحصل ويستد هيت. ويستد هيت يعني حراره بيحصل لها بتفقد من جسم الانسان. ليه؟ عشان ما تزيدش درجه حراره جسم الانسان. طيب يا اولاد امال قلنا ان السبيسيفيك دايناميك اكشن بتشتغل امتى اكتر؟ وبتبقى اصلا بتعمل هيت برودكشن امتى ومش ويستد هيت امتى؟ لما بيحصل اكسبوجر تو كول، عشان ايه؟ تعمل ريجوليشن للبودي تمبريتشر. لان لو انا حصل ويستد هيت اثناء الاكسبوجر تو كول، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تنزل درجه حراره جسم الانسان. فلذلك جسم الانسان في الحاله ديت في الاكسبوجر تو كول، حاجه من عند ربنا كده، بتكون ايه؟ بيبقى ان الهيت بيحصل لها برودكشن وليس ويستد، وليس ايه؟ ويستد اثناء الاكسبوجر تو ايه؟ تو كول. يبقى دايما اللي هي السبيسيفيك دايناميك اكشن عباره عن ويستد هيت، ما عدا في مين؟ لو انت اكسبوز تو كول. ايه هي الكوزز اوف سبيسيفيك دايناميك اكشن؟ ايه هي الكوزز اوف سبيسيفيك دايناميك اكشن؟ طبعا البعض كان بيقول ان السبيسيفيك دايناميك اكشن بيقولوا ان هي بسبب الدايجيشن، دايجيشن اوف ذا فود. والبعض قال بسبب الابزوربشن اوف ذا فود. ولكن الكلام الصحيح ان السبيسيفيك دايناميك اكشن بتحصل نتيجه مين؟ نتيجه اللي هو الليفر، نتيجه الليفر والميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل فين؟ في الليفر.
يبقى نتيجه الميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل في الليفر بتاعك. يبقى البعض كان بيعتقد او بي بي بيرجح ان الويستد هيت او ميتابوليك اوف ميتابوليك ان الهيت بروديوسد او السبيسيفيك دايناميك اكشن او بروتينز كانوا بيقولوا بسبب اللي هو ان بيحصل الاكتيفيتي بتاعه الجي اي تي عشان تعمل دايجيشن للفود، او بسبب الاكتيفيتي بتاعه الجي اي تي عشان تعمل ابزوربشن للفود. ولكن وجدوا ان احنا لو احنا حقنا امينو اسيد انترافينوس هيؤدي الى ذا سيم دايناميك اكشن. يبقى دي معناها ان السبيسيفيك دايناميك اكشن او بروتين الاصل فيها مش بسبب ان هو الاكتيفيتي بتاعه الجي اي تي عشان تو دايجست الفود، او الاكتيفيتي بتاعه الجي اي تي عشان تو ابزورب الفود، لان احنا لو حقنا امينو اسيد انترافينوس دي هيؤدي الى نفس النتيجه وهيدينا نفس السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف انجستد فود باي اورال كافيتي. امال السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعه البروتين نتيجه ايه؟ قال لك دي بسبب الميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل داخل الليفر للبروتين، الدي امينيشن واليوريا فورميشن اللي بتحصل في الليفر، والاكسكريشن اوف يوريا باي ذا كيدني، والاكسكريشن اوف يوريا باي ذا ايه؟ باي ذا كيدني. يبقى ايه السبب الرئيسي للسبيسيفيك دايناميك اكشن اوف بروتين؟ قال لك الدي امينيشن واليوريا فورميشن اللي بتحصل في الليفر، يعني الميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل في الليفر. يبقى مش بسبب الاكتيفيتي بتاعه الايه؟ الجي اي تي عشان تو دايجست اور ابزورب الايه؟ الفود. ايضا الكونفرشن اوف امينو اسيد انتو ليفر جلايكوجين دي ايضا بتؤدي الى مين؟ بتؤدي الى بتسبب السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف كربوهيدرين اوف ايه؟ اوف كربوهيدرين. طيب ايه هي السبيسيفيك السبب بتاع السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فات؟ دي بسبب يا اولاد الاليمنتري لايبيميا اللي هي استيمولات اليوتيلايزيشن اوف فات. يبقى عرفنا السبب بتاع السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاع البروتين وان هو بسبب الميتابوليك رياكشن اللي بيحصل في الليفر، او بسبب الاكسكريشن اوف يوريا بايزا كده. ولذلك لو احنا عملنا هيباتيكتومي، لو عملنا هيباتيكتومي في اكسبيرمنتال في اكسبيرمنتال انيمالز، وجدوا يا اولاد ان دي بيقلل لنا السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا بروتين. ليه؟ لان احنا شلنا الليفر، ولما شلنا الليفر في الانيمالز مثلا اكسبيرمنتالي ايه اللي حصل؟ مش هيحصل ميتابوليك اكشن في الليفر، وبالتالي دي هيؤدي الى ان السبيسيفيك دايناميك اكشن هتقل، ومش هتحصل السبيسيفيك دايناميك اكشن او بروتينز. طب وايه تاني؟ ان الكونفرشن اوف امينو اسيد لليفر جلايكوجين دي بيؤدي الى سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف ايه؟ اوف كربوهيدرين، اوف ايه؟ اوف كربوهيدرين. طبعا دي عباره عن ويست هيت بتنتج نتيجه الكونفرشن اوف جلوكوز الى جلايكوجين اور فات ان ذا ليفر. طب الكوزس اوف سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فات بسبب ايه؟ بسبب الاليمنتري لايبيميا اللي هي بتؤدي الى يوتيلايزيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فات. ايه بقى الفاكتورز اللي هي افكت السبيسيفيك دايناميك اكشن؟ او السبيسيفيك دايناميك اكشن دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التايب اوف فود والاماونت اوف ذا ايه؟ اوف ذا فود، والاماونت اوف ذا فود والتمبريتشر، والايه؟ والتمبريتشر. قلنا التمبريتشر قبل كده عن درجه حراره الاكسترنال تمبريتشر لما تكون زيرو تكون السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعتنا زيرو، لما بتكون 33 بيكون السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعتنا ماكسيمم سبيسيفيك دايناميك اكشن. ليه؟ لان احنا محتاجين يحصل ويستنج لمين؟ فقد الحراره عشان نعمل ريجوليشن للبودي تمبريتشر. لكن لما نتعرض لدرجه حراره زيرو لا، هنا بيحصل هيت برودكشن اثناء الاكسبوجر تو كولد عشان خاطر يحصل مين؟ عشان لما درجه الحراره تقل، لما درجه الحراره. لكن لو وصلت للزيرو بتؤدي الى سبيسيفيك دايناميك اكشن بتوصل لايه؟ للزيرو. طبعا التايب اوف ذا فود، لو انا اكلت بروتين دي بيسهم بحوالي كام؟ 25% من الكالوريك فاليو، اما الكربوهيدرات بيسهم بحوالي 10% من الكالوريك فاليو، اما الفات بيسهم بحوالي 6% من الكالوريك ايه؟ فاليو، من الكالوريك ايه؟ فاليو. لذلك لو انا عاوز ادفى وعاوز يعني يبقى عندي طاقه وهيت برودكشن داخل البودي بتاعنا، احسن حاجه ناكلها ايه؟ اللي هو البروتين، اللي ايه؟ البروتين، ثم ايه؟ ثم الكربوهيدرات، ثم اقل حاجه اللي هي الفات، على عكس الناس ما هي معتقد.
ايضا الاماونت اوف ذا فود، الاماونت اوف ذا فود دي عامل ايضا بيؤثر على السبيسيفيك دايناميك اكشن. فلو انت كلت كميه بروتين قليله غير لو انت كلت كميه كبيره، فدي بتؤدي الى مين؟ الى بتؤثر على السبيسيفيك دايناميك اكشن. يبقى قلنا يعني ايه سبيسيفيك دايناميك اكشن، وقلنا ان السبيسيفيك دايناميك اكشن اللي هي الباور اوف ذا فود تو ستيموليت الميتابوليك ريت، اللي هو قدره الطعام على ان هو يعمل ايه تو ستيموليت اللي هو الميتابوليك ريت، ان هو يؤدي الى تدفئه الانسان وان هو يولد لنا انرجي او هيت بروديوس داخل البودي بتاعنا. وقلنا ان هي بتبدا بعد ساعه وبتوصل البيك بعد 3 ساعات وبتبدا تقل خلاص توصل للبيزل ليفل بتاعها بعد 12 ساعه. وقلنا ان السبيسيفيك دايناميك اكشن او بروتين بيمثل حوالي 20-35% من اتس كالوريك فاليو، والكربوهيدرات 6% والفات حوالي 4% والفات حوالي 4%. وقلنا ان السبيسيفيك دايناميك اكشن بتكون ويستد هيت الا اذا انت اتعرضت لايه اكسبوزد تو كولد، في الحاله دي بتكون انت محتاج اصلا لهيت برودكشن داخل البودي بتاعك وليس ان انت هيت لوس او هيت ويستد انسايد ذا بودي. وعرفنا ايه هي الكوزز اوف سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف بروتين والكوز اوف سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فات اند كاربوهيدرات. وبكده نكون احنا خلصنا الجزئيه البسيطه اللي احنا ما كناش شرحناها في الدرس الايه بتاع اللي هو الميتابوليك ريت.